خمس مواقف طريفه بين احمد خالد صالح وهنادي مهنا، ومنها قال عليها انها حطت عسل في عينيها. خليكم معايا لاخر الفيديو. اهلا بيكم في قناه نجوم ومشاهير، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. يلا بينا نبدا الفيديو. خمس مواقف بين احمد خالد صالح وهنادي مهنا، ومنهم حطت عسل في عينيها. حل الفنان احمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ضيوفا على القديره اسعاد يونس في برنامج صاحبه السعاده على قناه دي ام سي الفضائيه، وتحدثوا خلال اللقاء عن علاقتهما سويا وصداقتهما وبدايه قصه حبهما وخطوبتهم وزواجهم. واختبرت الفنانه اسعاد يونس ضيفتها هنادي مهنا في مطبخ البرنامج، وطلبت منها إعداد بعض المأكولات وأبرز ما ذكره الزوجان في الحلقة نرصد لكم كما يلي. قصة مكالمة الأربع ساعات. حكت هنادي مهنا قصة مكالمة استمرت لمدة أربع ساعات، وبدأت بعدها قصة الحب بينهم. وقالت أنا قاعدة في الكرفان وأنا بصور مسلسل، وأحمد كان قاعد في نفس المكان بيصور فيلم، وكان في حاجات بتتأخر، وقعدنا نتكلم والمكالمة وصلت أربع ساعات. ومن هنا بقى في حاجة اللي هو رايح فين وجاي منين وهنروح فين، وابتدينا الاهتمام والسؤال على بعض. قصة وضع العسل في عين هنادي. وحكت هنادي مهنا موقف طريف حدث بينهما إذا نصحها أحمد خالد صالح بوضع عسل أبيض في عينيها الملتهبة. وقالت أول مرة أحس إن في حاجة، لأني جالي إصابة في عيني وعيني كانت حمرة بشكل مش عادي. وقال لي إيه الأخبار النهاردة، فقلت له عندي عدوى في عيني. قال لي حطي عسل في عينك واغسلي عينك بمية دافية. وفعلا أنا حطيت العسل في عيني وحسيت بوجع كبير بعدها، وعيني حمرت جدا. ودي كانت من المواقف الطريفة بينهم. أول كلمة بحبك كانت على واتساب. وحكت هنادي مهنا عن أول اعتراف من أحمد خالد صالح لها بالحب. قال لي بحبك على الواتساب، واتقالت وما وقفناش عندها وكملنا كلامنا وما وقفناش. بينما علق الأخير على ذلك قائلا قلت لها لما حسيت بيها وقلت لازم تطلع دلوقتي، وكان عيد ميلاد واحدة صديقتنا وهي ما جاتش عشان عندها تصوير، وقبلها كنا بنتكلم صدف. وكان بالنسبة لي لما بتتضايق من الزحمة والدوشة أقعد معاها ونرغي، وخاصة هي بترغي كتير جدا. قصة الحب بدأت بالاهتمام والرغي. وحكت هنادي مهنا عن قصة حبهما. بدأنا ننزل كتير وكان بيهتم بيا كتير، وأنا قلت مش هرتبط بحد دلوقتي وأنا عندي كارير وكنت بعمل ثلاث مسلسلات في وقت واحد، وده كان صعب جدا، وكنت بلاقي الوقت إن أشوفه وأقعد معاه ونخرج، ولما بنتفرج على التلفزيون بنفضل نحلل المشاهد مع بعض في المكالمات. موقف طريف لأحمد خالد صالح وهنادي مهنا في السينما. وحكت هنادي مهنا عن أول خروجة للسينما مع أحمد خالد صالح بعدما اعترف لها بحبه. وقالت المفروض كنا خارجين وكان عازمني على سينما، والمعروف إن السينما اتنين بيحبوا بعض وهيمسكوا إيد بعض وياكلوا فشار ويتنحنحوا لبعض، وانا ما كنتش عارفة البس ايه. واضافت ايضا هنادي انا موعدي مظبوطة ووصلت قبل معادي، ودايما انا اللي بستناه وهو اللي بيتأخر، وفي كتب الكتاب استنيته والخطوبة استنيته بالساعة عادي، ووصلت قبله السينما وقلت له هجيب اتنين فشار لحد ما تيجي، وقال لي هتنى بقى الفشار، وطلع جايب واحد صاحبه معاه في الاخر. وحكى أحمد خالد صالح موقف رومانسي آخر، وقال حصل موقف إني لما أكلت الفشار كان حادق، وأنا قاعد بتفرج خلصت أكل لقيت إيديها ممدودة بإزازة المية وهي مفتوحة، وكأنها قاعدة مستنية لحظة الفشار يخلص عشان تديني مية، معتبرا إن هذه اللحظة التي تأكد فيها من حبه لها، إن هي مهتمية بيه ومركزة معاه في أدق تفاصيله. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، متنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. كانت معاكم قناه نجوم ومشاهير.